وصلنا اليوم أول طائرة لمنظمة برنامج الغذاء العالمي كرحلة اعتيادية أسبوعية إن شاء الله. وهناك طلبات كثيرة لمجموعة من المنظمات والهيئات التابعة للأمم المتحدة. بعد أن وجهت الحكومة وأصدرت التوجيهات استقبال الطائرات وإعطاء تصاريح لجميع الهيئات والمنظمات الدولية، وبهذا نكون مطار المها على استعداد كامل إن شاء الله لتوفير الخدمات المناسبة وإن شاء الله في القريب العاجل للمواطن اليمني عبر الشركات التجارية والشركات الوطنية.